كابتن، على هذه الارقام يمكن اللي ظاهره، او خلينا نقول المعلومات والسيره الذاتيه لاحمد عطيف، في 17 عام تواجدت فيها مع فريق نادي الشباب، قدمت اعطيت وكل ما تحدثنا عن، يحزنك بانه في هذا العام وفي هذا الموسم تحول لتدريب انفرادي، لا تلعب بشكل اساسي، ياتي احد ليلعب في الخانه ربما يكون من وجهه نظرك اقل عطاء منك فنيا، يحزنك؟ أول شيء للأمانة أكيد شيء مؤلم بالنسبة كلاعب، سواء أحمد أو غير أحمد، أن لما تتعامل معه بالشكل هذا فأعتقد شيء محزن للأمانة. لو كان صدر مني أي ضرر أو أي خطأ، سواء فني أو إداري أو مع أي شخص في النادي، أنا أعتقد أني 17 سنة يمكن في نادي الشباب، أعتقد أن كل للجميع كل التقدير والاحترام من أي شخص متواجد داخل أسوار النادي وحتى خارج أسوار النادي، من جمهور، من محبين نادي الشباب. جميل. أعتقد شيء مؤلم من تتعامل بالشيء هذا. وإذا كان، أنا تكلمت قبل كده، إذا كان صدر مني شيء خطأ في حق أي أحد من بدايتي للحد اليوم هذا، فأنا أعتذر عنه وقدام الملا يعني. جميل.